ما هواش إعلامي محترف ولا مقدم برامج شهير ولا يعني بيعمل في مجال الإعلام، ده دكتور طبيب جراح. ومع ذلك يعني الفيديو كليب أو الفيديوهات اللي هو رفعها على اليوتيوب، أنا قلت معلومة غلط الحقيقة، هي خلال 4 أسابيع وصلت 1,200,000 مشاهد، ده أعلى رقم على الإطلاق لفيديو كليب تمت مشاهدته في مصر على موقع يوتيوب. راح أمريكا وأوروبا 2.5 سنين، اشتغل في أجهزة طبية وتكنولوجيا زراعة القلب والرئة، ولما رجع لمصر عشان ياخد دكتوراه، وبعدين راح ألمانيا عشان يتدرب على يعني زراعات القلب. كل ده سكة، واللي قدمه سكة تانية. برحب بالأستاذ باسم يوسف المذيع الساخر ومقدم برنامج باسم شو، برحب بحضرتك. يمكن التقديم أفضل من اللي أنا أقوله، إن احنا نشوفه على الهواء مباشرة. خلونا نشوف باسم شو. التعامل مع ميدان التحرير أخذ جوانب كتيرة قوي في الإعلام المصري، منها التحذير. نداء عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور. اللعب على مشاعر الناس. يا كل شاب غذيت له الدم ده دمي. الإحساس بالذنب. والله أسلم يا بابا نبارك، سامحنا، أسلمك، أنت عبينا. حتى الفتوى بتحريم نزول المظاهرات. وأكد شيخ الأزهر أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل، أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل تعد حراما شرعا. أكيد وصلك ما يدور في التحرير. لا إيه إيه ها؟ بنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كاملة. مش قلت لك نروح ميدان التحرير؟ يا عم بيقول لك له زمر زمر وحريم وجنس وكلام من ده واحنا قاعدين. سوري، شكله كده العالم كله ضدنا ومحتاجين نصيحه من فنانين مصر. نعمل ايه في الوقت ده؟ الفنان المثقف المتعلم عمرو مصطفى لسه معانا؟ تنصح ايه شباب مصر يا فندم؟ اللجان الشعبيه بوكرر تاني، اي حد اجنبي يصوره بالموبايل بتاعه وما يسيبوش الا غير ما يوديه للجيش، والجيش هو اللي يتصرف معاه. اي اجنبي امسكوه وقبضوا عليه سلموه للجيش. احنا منهارين. انت عارفه 10 ايام يعني ايه؟ في اطفال بتاكل. انا بنت اخويا بتقول لي عمتي نفسي اكل بيتزا. نفسي اكل كباب. ابن اخويا بيقول لي نفسي ريشه. طفل عمره 2 سنين، لان كنا متعودين احنا نجيب عشاء كل يوم وكده. مفيش، كله قافل. هو ده كل اللي همي. والله حاولنا، والله خلاطين ميه مش نافع، تجميع مش نافع، حصان والله يعني سم طيب نحط لهم مش عارف يعني مش يعني ما بيموتوش، رصاص حي حتى. مفيش حد عنده فكره تانية عدله نطلعهم من ميدان التحرير ازاي؟ مفيش مشكله يعني ان حد يولع فيهم بصراحه. ايه بقى الحكايه يا دكتور باسم؟ بص حضرتك، انا طول عمري انا كنت بحلم ببرنامج في مصر، برنامج ساخر يقدم او يتكلم عن الاحداث اللي بتحصل في مصر بطريقه ساخره. يعني انا شفت البرنامج دي في امريكا، وهم الموضوع يعني موضوع عادي خالص، ان هو انت ممكن تسخر من حد النهارده وتستضيفه في البرنامج تاني يوم. لكن المشكله ان انت في مصر ما عندكش ثقافه تقبل السخريه ده، غير طبعا ان كان في خط احمر. ليه احنا في مصر عندنا يعني احنا شعب ابن نكته؟ لغايه لما تيجي عندك، لغايه لما تيجي عندك ما تتريق على حد، بس مش عليا انا. لا، انا عندنا الحته دي، احنا نتريق ونعمل نكته من اي حاجه، بس لما تيجي وتتريق على حد ما يقبلهاش. لكن كمان حضرتك انت كان عندك مشكله ان كان في خط احمر، خط السياسه دي مكان يعني عارف حضرتك السياسه والجنس والدين ما حدش يقدر منها. فالسياسه دي ما كانش كان التابوهات الثلاثه يعني. طبعا ما كانش حد يقدر يقرب منها. طبعا بعد الثوره الدنيا اتغيرت. في انا عندي طارق ازاز، هو الحقيقه هو غير ان هو صديقي، بس اهم من كده ان هو واحد من الاسامي الكبار في عالم اليوتيوب على النت. هو عنده شركه كانت الاول بتجيب مواد وتحطها، ودي كانت اول تجربه ان هو ينتج حاجه.
فعملناها انتاج منخفض جدا. انا من حاله متصور عندنا في البيت يعني الديكور حضرتك شايفه ده في البيت عندنا ده في اوضه فاضيه جنبنا. خد بال حضرتك ازاي؟ وبعدين كان الفكره ان انت تجيب واحد هاوي تماما محدش عارفه يكتب كتابه هاويه تماما. هو قال لي اكتب الحلقات. كتبت الحلقات ولميت انا الحاجات من اليوتيوب بنفسي. بس الى جانب كده ندي لك كل المسانده الاحترافيه. يعني معانا مخرج كويس قوي ومعانا يعني انا لا معلش هقول اساميهم بس يعني ضروري يعني محمد خليفه مخرج, طارق عبد الحميد مصور, عمرو اسماعيل يعني ولد الشغل ده كله. هم دول اللي كانوا اشتركوا في اغنيه صوت الحريه اللي حضرتك اللي طلعت ديت. طب دلوقتي عندي سؤال, دي فيها مصاريف كتير قليله مصاريف, ايه اللي يخليكم تتحملوا المصاريف دي؟ هل انتوا عندكم فكره ان انتوا تحولوا هذا المشروع الى مشروع ممكن ان يكون يدر عائد ما؟ بص حضرتك, هو اليوتيوب فيها حاجه زي اللي هي اسمها يوتيوب بارتنرشيب او او مشاركه, ان لما تنزل اعلانات لما انت كل يعني الاعلانات وكده ده كان الاطار. بس كان الهدف اللي في مخ طارق اللي ما قالوهليش الا بعد كده ان هو ممكن بعد 3 اشهر او 6 اشهر او سنه الاعلام ياخد باله مننا ويبقى فيه شركه او تلفزيون يتحمس ان هو ينتج الكلام ده على نطاق واسع اكتر على التلفزيون. انا ما كنتش عارف اللي هو كان في مخه ده, بس اللي حصل ان الثلاث اشهر وست اشهر والسنه بقت اقل من اسبوعين الناس خدت بالها من الموضوع ده. يعني احنا كنا انا كنت فاكر ان هيشوفنا اول اسبوع 10,000 واحد. حتى كنت اقول لا يا عم 10,000 ايه, في ناس على اليوتيوب بقالها سنتين ما بتجيش الرقم ده. فاقل من 4 اسابيع احنا 1,200,000 على 6 فيديوهات او 6 حلقات, وفجاه الناس بقت مستنيه. يعني سبحان الله, يعني انا مش عارف يعني هو بقى ده رزق عند ربنا بقى قبول بقى سبحان الله. انت كنت بتقول 3 اشهر عشان الاعلام ياخد باله, اعتقد ان احنا بنتكلم في اقل من شهرين. انا بعد 7 ايام الناس بدات تكلمني, وانا ما كنتش متخيل ان ان ان, إن حاجه زي كده تحصل, وفجاه انا بقيت في دائره الضوء زي ما بيقولوا. قول لي بقى يا دكتور, انت الترتيب بتاعك عشان تعمل الحلقات دي ازاي؟ يعني انت بتفكر فيها ازاي؟ هل بتشوف اللي بيحصل وبعدين تبتدي تاخد منه الحاجات اللي يطلع ينفع تشتغل عليها, ولا يعني الكوميديا السوداء هي موجوده في حد ذاتها, ولا ايه؟ بص حضرتك, لازم نتفق على حاجه. وقت الثوره وما قبل الثوره وخصوصا في ال 18 يوم بتوع الثوره حصل نوع من اسف في الكلمه من الـ من الـ من الفجر الاعلامي الذي لم يحدث في تاريخ مصر. يعني انا ساعات لما انا كنت بقعد في البيت وبشوف الكلام ده هوت, وبعدين طبعا بعد الثوره لما خلصت وشوف الكليبات اللي بتاعت على اليوتيوب, فلما طارق ازاز قال لي اكتب الكلام ده هوت, فاول حاجه جت في مخي انا لازم ادور على الحاجات دي على اليوتيوب. لكل 3 دقايق بتشوفها على او 4 دقايق بتشوفها كحلقه, انا بتفرج مثلا 10 ساعات او حاجه عشان اطلع, لان انت سهل قوي ان انت تجيب حاجه وتجيب عكسها. بس الكتابه اللي في النص عشان احنا مش عايزين نبقى كوميديا مسفه ولا كوميديا يعني زي ما اقول حضرتك كده في حاجه بيسموها يعني مش عايزين تبقى كوميديا سطحيه. انا كنا عايزين تبقى كوميديا الى حد ما هادفه, واحنا احنا ما بنشتمش ما بنقلش علينا بقى ادبنا على حد, لكن احنا كنا عايزين الناس قبل ما تضحك, احنا ما كناش عايزين اكشن الناس تضحك, احنا كنا عايزين الناس تفكر وما تنساش اللي حصل في الايام ديت. لان دلوقتي بيطلعوا الناس ويقولوا احنا قلنا ما قلناش, احنا كنا مع الثوره وكلام من ده وبتاع, لكن يعني احنا عايزين الناس تاخد بالها من كلامنا. ده اللي شفناه يمكن كان الكليب الاولاني. تمام, ايه اللي خلاك الكليب الثاني هو ايه ووصلت له ازاي؟ لا هو الكليب الاولاني ده كان مجمع من كذا حلقه كتبها لحضرتك ازاي. فاحنا كنا اتكلمنا على بعض, يعني كل كليب كان يا اما بنتكلم على مفهوم زي مثلا مفهوم ان ازاي نطلع الناس من ميدان التحرير, او على حدث حصل زي طبعا الشهير جدا تامر من غمره اللي طلع ان هو كان بيتكلم من الاوضه اللي جنب المذيع المصري. خليني بقى نشوف حكايه تامر من غمره وهنشوف هل في وقت من الاوقات بعد ما نشوف ده انت طبيب كنت في بالك انك هتبقى يعني ده. ابدا مش بالطريقه دي انا ابدا لا خالص. طيب خلينا نشوف تامر من غمره. 25 يناير فجرت الكثير من الطاقات الابداعيه لدى الشعب المصري. انا الحقيقه بتكلم على الطاقات التمثيليه الرائعه اللي طلعت على شاشه التلفزيون طوال فتره الثوره. انا مثلا اللي كان بيعبر عن خيال واسع. CIA المخابرات الامريكيه
والموساد الإسرائيلي، وكان قائم على تدريبنا عناصر إسرائيلية صهيونية. منها اللي كان مغلق في الدراما. دي فرصة أبوس إيدك. اتفضل يا فندم. ممكن يكون آخر كلام لمحمد فؤاد بتسمعوه. لكن كانت هناك حالة خاصة جدا. تامر من غمرة. تامر من غمرة اتصل بالتلفزيون المصري من خلال دموعه وقهاته في ليلة مليئة بالشجون. البلد اتبهدلت واحنا نبقى فيها احنا السبب، يعني احنا نتكتب في التاريخ ان احنا اللي بهدلنا البلد. لا لا والله لا. تامر مش بس كان متأثر باللي بيحصل، تامر كان عنده نظرية مختلفة خالص عن كل اللي سبقوه. عشان بكرة اتحط له سلوجن انه يبقى يوم الخلاص. يوم الخلاص سلوجن الخلاص. تامر انت بتتكلم انجليزي احسن مني. سلوجن مش حاجة تانية يا تامر. لازم تيجي، لازم اشوفك، لازم تحذر اخواتك المصريين من الخطر الكبير ده. تقدر تيجي؟ حضرتك في غمرة تمام؟ تمام اهو. انت في غمرة يعني تطلع مطلع كوبري اكتوبر، تنزل نزلة عاملين مجرد، هتلاقي مضادعة نطمو فيها، هتلاقي تالت دبابة يمين باسبيرو. عادي تعالى بقى. شرفنا دلوقتي في قناة النيل، من فضلك نقعد نتكلم مع بعض ويكون هديك، ومن فضلك رقم يعني تتواصل مع زمايلنا اللي وصلوك في غرفة التحكم في الكنترول روم. صعبة عليا. حمولة. أنا فاهم وأنت فاهم والمذيع فاهم إن أنت مش في غمرة وإن أنت مش تامر. تامر يا جماعة اللي كنت كلكم على النت بتسألوا عليه، تامر بتاع غمرة ده اسمه هاني بيبرس وبيشتغل محرر في النيل للأخبار. المصريين بجد And the Oscar goes to And the Oscar goes to And the Oscar goes to تامر من غمرة. وحصل تامر من غمرة على الأوسكار. طب دي عملتها ازاي؟ لا ولا حاجة، أصل يعني تامر من غمرة ده كان حالة استحالة تتكرر في أي إعلام تاني. يعني العياط اللي كان بيعيطه، يعني مثلا في حاجات أنت ممكن تلقطها من أحاديث أو كده وتجيب الحاجات اللي ضد بعض، بس العياط بتاعه أنت لازم تعيط معاه، يعني انت لازم تعيط معاه وتتشحتف معاه. لان مش شحتفه جامده. لا 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 كان متشحتف. لكن فهو يعني انا حسيت ان انا كواحد مصري بتفرج على تامر، انا اكيد هعيط. يعني يا خبر ده، انا اكيد مثلا ده ممكن يحصل لي حاجه، ممكن اموت فيها من كتر العياط ده هو. يعني حطيت نفسي في مكان الناس اللي بتتفرج عليه وعملت الحلقه. طيب ايه اللي بعد كده اللي كان الحاجه اللي كانت لافته للنظر بالنسبه لك؟ بعض الشخصيات العامة، بعض الفنانين للأسف اللي هم وصلتهم سواء المكانة الفنية أو المكانة الإعلامية على أكتاف هذا الشعب، الشعب اداله ثقته، وهو لما وصل للمكانة دي في الوقت اللي كان المفروض يا إما الشعب يا إما يسمع منهم حاجة، يعني فلتقل خيرا أو لتصمت، لكن للأسف هم ما صمتوش، هم اتكلموا واتكلموا بحاجات جارحة. كون ممكن